انا وصلت الوقت اللي غلبة السوشيال ميديا فتحس انه يمكن انا يكرهوني ولا بليش انا تقول خلاص انا مش اشوف السوشيال ميديا تقول نهبط ما تعرفش الدنيا هذه نحكي بصح كي تشوف ناس يحبوك فهذه محبه الله فدائما تحس بالشيء في نفس الوقت بعد ما تخلص هذه التظاهره تحس انه الله سبحانه وتعالى يقول لك ما تخافش ليس كل ما يقال ويرى يثبت فبالعكس تماما ونتمنى ان الدوله دائما تبقى تنظر لهذه التظاهرات لانها تلم الفنانين وتلم حتى محبه الجمهور وهي تعتبر صوره جميله من صور الجزائر فهي تفيد الجزائر اولا وعنابة ثانيا وتفيد كل الولايات لان كل ولايه تعمل التظاهره فهي افاده وفائده للدوله الجزائريه. كيف تشوف هذا يعني هذه التظاهره ولا هذا الفستيفال؟ هل سيعطي شراكة بين الدول العربية والأجنبية أنها تكون عندها تعاون مع الجزائر ولا مع الفنانين الجزائريين؟ شوف أنا دائما أقول الدولة الجزائرية أكبر من كل التظاهرات. صح. يعني غنية التعريف يعني هذه. فقط فعندما تمد اعتبار للفن والفنانين لأنه الفنان والفن مهم جدا في الجزائر لأنه يمد صورة ويمد it's like it's a big entertainment.